أسرة تتكون الأسرة من الآباء والأبناء. تتكون الأسرة من الآباء والأبناء. أسرة أسرة يتألف الوالدان من الزوج والزوجة. يتألف الوالدان من الزوج والزوجة. يتكون الأولاد من طفلين أو أكثر. يتكون الأولاد من طفلين أو أكثر. أولاد أولاد يقال للأولاد أطفال. يقال للأولاد أطفال. المرأة التي لديها طفل أو أطفال تسمى الأم. المرأة التي لديها طفل أو أطفال تسمى الأم. أم أم الرجل الذي لديه طفل أو أطفال يسمى الأب. الرجل الذي لديه طفل أو أطفال يسمى الأب. أب أب أخت أخت أخ أخ هذه بنتي. هذه بنتي. هذا ابني. هذا ابني. آباء. آباء. أمهات.
أمهات. هذه زوجتي. هذه زوجتي. هذا زوجي. هذا زوجي.